إذن مشاهدينا، في وصول في هذه اللحظات عامل الإقليم لانطلاقة حفل مهرجان الفنون الشعبية أصل غينيا ذاكرة وحضور، تحت شعار ذاكرة وحضور المهرجان في نسخته الأولى، المهرجان الجهوي للفنون الشعبية. Thank you.
مشاهدينا كما كتابعوا معنا في هذه اللحظات وصول عامل الإقليم لحضور افتتاح المهرجان الجهوي للفنون الشعبية بمدينة قلعة صرغنة. نعود لكم بعد قليل مشاهدينا، إلى اللقاء.